ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. شوفوا الحماس والجمهور بمهرجان قناوة والموسيقى العالمة في الصويرة. لم تغير مدينة الصويرة من عادتها هذه السنة واستقبلت ضيوفها برياح قوية الشرقي كما تعودوا على ذلك خلال دورات مهرجان قناوة الماضية. وعرفت عاصمة الرياح يوم الخميس 22 انطلاق الدورة 24 من المهرجان، حيث انطلق موكب المعلمين من باب دكالة إلى ساحة مولاي الحسن معلنين بذلك انطلاق الحفل الكبير. وستعرف هذه الدورة 40 حفلة موسيقية موزعة بين منصتي ساحة مولاي الحسن وشاطئ المدينة وبالأمسيات الخاصة المقامة بمقرات الزوايا الصوفية وبيت الذاكرة ودار الصويري وببرج باب مراكش. كما سيشهد المهرجان حضور فنانين مغاربة وعالميين لإغناء مهرجان قناوة وموسيقى العالم. ولقيت ليلة السبت إقبالا كبيرا من طرف الجماهير الذين حجوا بعشرات الآلاف.